طبعا الغرض الرئيسي من هذه الزيارة هو تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مثل هذه المشاريع الهادفة، المشاريع التي تصب في توجه الوزارة في تطبيق توجيهات صاحب الجلالة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في مجال الأمن الغذائي. ذكرت إلى الأخوة القائمين على هذه المزرعة التأكيد على أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية لتقديم الدعم الفني وأي تسهيلات لإنجاح مثل هذه المبادرات الوطنية التي تصب في هذه تنفيذ هذه المبادرة وهذه التوجيهات الملكية السامية لما لها من فائدة ولها حاجة إلى المجتمع البحريني. الوزارة تقوم حاليا بتهيئة حوالي 19 أرض لتهيئتها إلى القطاع الخاص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي. كذلك نقوم وبمساعدة من الأخوة في هيئة النفط والغاز لزيادة الطاقة الاستيعابية وأيضا الدعم الفني في مركز رأس حيان وزيادة إنتاج الأصبعيات، وهو من أهم الأمور التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وأيضا تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في هذا. حاليا البحرين احنا نعتمد حوالي على 50% من استهلاكنا من عن طريق الصيد، وطموحنا في الفترة القادمة ان نزيد الانتاج المحلي الى 70% عن طريق تشجيع القطاع الخاص وايضا مشاريع الوزارة في الاستزراع السمكي وتقليل الفجوة ما بين الاستهلاك وما بين الحاجة المواطن والمقيم.